ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية البر بكسر الباء آية عظيمة لخصت معنى الإيمان الصادق وأركانه وعلاقته بالعمل الذي يتجسد فيه هذا الإيمان. والبر ضد العقوق، وهو اسم يطلق على كل خير وإحسان وفضل، وكلمة جامعة لكل صفات الخير. يقال فعل مبرور، أي لم يخالطه كذب ولا مأثم، وبر المرء يمينه، أي صدق وعده ووفى به، وبر فلان، أي ظهر صلاحه. نزلت الآية الكريمة لترفع الحرج عن المسلمين في قبلتهم، بعد أن أمرهم سبحانه بالتوجه إلى الكعبة عوضا عن بيت المقدس، لأن المراد هو طاعة الله عز وجل والامتثال لأمره، ردا على أهل الكتاب الذين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نزلت الآية مؤكدة أن حقيقة البر ليست في استقبال مشرق ولا مغرب، بل في الخضوع لله والإخلاص له وحده لا شريك له. والبر ليس في شكليات تجادل فيها أهل الكتاب وتصارعوا، بل في السعي لفعل الخيرات بالرحمة بالغير والإحسان لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحرير الأنفس. البر إيمان وقر في القلب وصدقه العمل، إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة، ووفاء بالعهود وصبر على البلايا والشدائد. وأهل البر هم المؤمنون الصادقون العاملون المتصدقون المتقون. وعن عظمة هذه الآية الجامعة يقول خير الرسل عليه الصلاة والسلام: من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان.